ستارز اخبار النجوم من ام تي في الايف. بنبدا مع اخبار نانسي عجرم برقصه عفويه جدا ضمن جولتها الغنائيه بدول اوروبيه عده. احيت الفنانه نانسي عجرم حفله بالعاصمه البريطانيه لندن محققه نجاح كبير وسط تفاعل من جمهورها اللبناني والعربي بلندن، واثارت عجرم الجدل الايجابي بعد ظهورها عم ترقص بشكل لافت وعفوي على المسرح اثناء غناء اغنيتها الجديده بدنا نولع الجو يلي طرحتها خلال الاسابيع الأخيرة وشفناها كمان على الشاشات. رسالة من رئيس الوزراء الهندي إلى الفنانة اللبنانية عبير نعمة بعد أن شاركت الفنانة عبير نعمة بالاحتفالات يلي أقيمت تكريماً لذكرى 50 بعد 100 يعني 150 لولادة المهاتما غاندي. غرد رئيس الوزراء الهندي مشيداً بأداء نعمة الجميل والمؤثر لنشيد شهير يعود إلى القرن 15 كان يعتمده المهاتما غاندي بصلواته. وكتب رئيس الوزراء الهندي بتغريدته اللي وجهها كرسالة لعبير نعمة: احتفل لبنان بالذكرى 150 لولادة المهاتما غاندي بتكريم جميل ومؤثر للفنانة الشهيرة عبير نعمة يلي بتغني رسالة عالمية وأبدية للحب والرحمة والأخوة. هل تأكدت محاولة انتحار سعد المجرد بسجنه الانفرادي بعد ما تداولت مجموعة من المواقع الإخبارية؟ أخيرا خبر مفاده أن النجم المغربي سعد المجرد حاول ينتحر بسجنه الانفرادي بفرنسا نقلا عن محاميه وصديقه، وذلك بسبب دخوله بحالة اكتئاب حادة على خلفية الاتهامات التي وجهت له بقضايا التحرش والاغتصاب. اتضح أنه محاولة الانتحار ما حصلت بحسب ما ذكر أحد البرامج العربية المعنية بأخبار المشاهير العرب، وأعد البرنامج تقرير خاص لتوضيح ما تم تناقله عن حقيقة محاولة سعد المجرد الانتحار، ونفى بحسب مصادر خاصة أنه يكون هناك أي محاولة للانتحار قام فيها المجرد أثناء وجوده بسجنه الانفرادي. وأوضح أيضا أنه المجرد فكر بهالأمر بالفعل، ولكن حصل هالشيء بوقت سابق عند اتهامه بالاغتصاب بالقضية الأولى اللي رفعتها ضده الفتاة الفرنسية لورا بريول، وكشف بنفسه عن الموضوع لمجلة مغربية آنذاك، ولكن هالشي ما حصل هالمرة. منتابع مع تامر حسني وما حقيقة سفره إلى أمريكا لنيل الجنسية. أعلن النجم المصري تامر حسني عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن شفائه وتعافيه تماما من الأزمة الصحية اللي مر فيها الأسبوع الماضي واللي أدت إلى فقدان صوته وتأثر حباله الصوتية بشكل كبير. ووجه كلمات الشكر والمديح للطاقم الطبي يلي تابع حالته بالمستشفى وطمأن جمهوره بأنه رح يعود تدريجيا للغناء بعد مجموعة من التمارين الخاصة بالحبال الصوتية. والجدير بالذكر أنه بعض المصادر الصحفية يلي ما صرح عن هويتها نشرت بعض الشائعات عبر الانترنت افادت بانه حسني قام بفبركه قصه مرضه بشكل كامل تا يروح على امريكا وينال الجنسيه، وهالشيء غير صحيح. اذا بالنهايه من جوال بحلق ملكه الجمال السابقه الى ماير عايده ملكه الجمال الحاليه نصيحه. اشادت ملكه جمال لبنان السابقه جوال بحلق بملكه جمال لبنان العام 2018 ماير عايده، واعتبرت انها بتستحق اللقب، وقالت أنه مايا جميلة جدا وتوقعت لها الفوز، وإذا كانت بحاجة لأي مساعدة فهي حاضرة. وعن النصيحة اللي بتقدم لها إياها قالت: بنصحها أنه تستمر ابتسامتها على وجهها. وعن وجودها بملكة جمال الكون قالت لها: استمتعي بهالتجربة. بريك هلأ ومنرجع نحن وياكم منتابع لايف. المحطة الثانية رح تكون مع شيف جاد، وأكيد طبخة جديدة ومعلومات جديدة بفن الطبخ. خليكن معنا.